يلا بيني. لا ما بوريكيش شكلها، المغارة حربي يعني فندق 5 نجوم. يلا يا عروس. مش هتغيري خلاجاتك يا عروسة؟ أنا عازرك وعارف إن اتجوزنا جوام من غير ما نتخطبه وناخده على بعض. قصدك من غير ما نعرفه بعض؟ ده أنا سمعت اسمك مرتين. اسمي ضاحي. أنا عارف أنت أكيد مستغربة ومتاخدة متاخدة؟ أنا من ساعتين كان ممكن أتجوز حد تاني من إخواتك. يا ستي ممكن أتعرفه دلوقتي. سأليني أي سؤال يا ست العرايس وأنا هجاوبك. طالما مكسوفة وسكتتي هجاوبك من غير ما تسألي. أنا يا ستي تاني إخواتي وعندي 28 سنة وكملت علام لحد 5 ابتدائي. وأنا بكالوريوس تربية بدرس لإعدادي، المرحلة اللي بيدخلوها بعد 5 ابتدائي. يبقى ربنا بعتك لي تساعديني أكمل علام. أنا كنت بدعي ربنا إن أنا اللي أتجوزك، الحمد لله استجاب لي. وأنا كنت بدعي ربنا إن اتجوزت بوز، بس واضح إنك أقرب لربنا مني. الوقت هيثبت لك إني مش هيفش قوي زي ما أنت فاكرة. ولما أنت مش هيفش وفكت تتجوزني ليه وأنت عارف إن أنا مغصوب على الجواز منك؟ عشان لو كنت رفضت كان أبويا هيجوزك لواحد تاني من إخواتي، ومحدش فيهم كان هيبقى حنين عليكي كدي. مش محتاج كل اللي انت قلته ده عشان تاخد اللي انت عاوزه. الأكل عندك، لو عاوزتي حاجة نادي علي. ايه يا باشا؟ بتجهزوا الحرب ولا ايه؟ كون ان انا اجيلك اصلا بعد اللي حصل يا حربي فدي معجزة ولازم أأمن نفسي. اتفضل، كان لازم تشوف بعينيك، ما ينفعش انا اوصف لك. اتفضل. أحمس نفرتاري، لقيتوا مقبرة أحمس نفرتاري؟ أفارم عليك يا حربي، ابعت لي صورها عشان ابعتها لمستر هانز. ماشي. قطرت فيها ازاي دي يا حربي؟ اهو كرم من عند الله. المقبرة دي لازم تخرج في غمضة عين. طب الصيني دي وأي حاجة تانية لازم تخرج هوا. قلت لك الداخلية ليهم عندك عين. لا 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 خلاص معاكش. هستلمها خلال أسبوع. هو ده الشغل يا حربي؟ من هنا ورايح
هنلقوا من ده كتير. وانا هاخد دي معايا. ايه المكان ده؟ اهلا اهلا اهلا. ازيك يا ازيك يا تماري؟ ازيك يا بيت؟ طمنين عليك. كويس الحمد لله. ايوه كده جدع، ما تخليش الايام تغلبك، اغلبيها انت. مالك يا زهر؟ ضحي ضايقك؟ لا ما تقلقش. مش هتقول لنا عشان ما نتجنش عليه؟ والله ما عمل حاجه، ده حتى سابني براحتي بعد ما بهدلته. ضحي ده زباله. ده خلينا نقدر اللي عمله اكتر. هو عمل ايه؟ قولي. ما عملش. اسمعي يا زهر، انا لسه ممكن اهربك من هنا. لا يا ضايع، انا مش همشي اقفل على الموضوع ده. انت عشان فواز وعشان دخلت نفسك السجن، ده دوري ادخل السجن عشانكم. لا لا يا زهر، انا هتصرف. بالراحة، خد بالك ده مش عفش. انتوا بتعملوا ايه؟ ده مرسومة بمية الدهب. دهب ايه؟ دي مقبرة في أهمية مقبرة توت عنخ آمون، وانتوا بتسرقوا شوية دهب. لا ما تقلقيش، ما اصل التابوت ده تقيل مش هنقدر نشيلوه. طب سيبوها وانا هديكوا تمن شوية الذهب دول. يا ستي ولو سبناها يعني هيجي بعدين اللي هينهبوها ويمسحوها، احنا لازم ناخده اللي نقدر عليه. ما تخلص يا هاد. ايه؟ طمنت على اختك؟ الحمد لله. هي معانا في امان، ما تخافش. بالظبط طلب يقابلني. انت قلت له على المقبره دي؟ انت مش قلت لي ما اقولوش عليها حاجه؟ ما انا غيرت رايي. اهلا اهلا، ازيك يا عريس؟ الحمد لله يا ريس حرب خير. ضيع هيفرجك على المقبره. اللي بينكم مش هنا، اكبروا للناس. عايزك تشوف الحاجه اللي في المقبره دي وتقلدها في خلال اسبوع. حسب حجم الشغل قد ايه؟ هو الشغل كتير كتير قوي. قدامك اسبوعين بس تخلص باي طريقه. انزل شوف الحاجه. روح يا طايع فرج على المقبره. يا ابوي لقيتوه كيف دي؟ طايع عايزك تقول للظابط على المقبره دي وحنسلمها لهم، بس متقلده. وهتخيل عليهم؟ عندهم خبرة في الآثار هيكشفوها. جابر يقلدها أحسن من الأصلي. الحكاية مش حكاية تقليد يا ريس حربي. الحكاية إن الحاجة هتبان جديدة. وأنت إيش فهمك؟ إحنا ما بنلعبوش. الحاجة بتتسخر وبتتدفن وبتتسجع بخلطة بتخليها أجدى من الأصلي. طب هات يا فالح حتة من اللي معاك، من اللي أنت مقلدها. يا باشمهندس، ايه رايك في الحته دي؟ جابر بيقول ان هو اللي عاملها. كذاب طبعا، دي اصليه. انا الوحيد لما حد بيقول عليها كذاب ببسط، عشان معناه انه شاطر قوي. يعني انت اللي عامل دي؟ وزي ما عمل دي هيقلد المقبره كلها. امال ورث الصنعه عن ابوه زيك. ما ابوك وابوه كانوا بيشتغلوا مع بعض، واحد دلال يلقى لنا المقابر والتاني يقلدها بالظبط،
ويبيعوا المقبرة مرة واثنين وتلاتة على إنها نفس المقبرة لغاية لما أبوه سرق أبوي. أبوك أنت اللي حرامي وهربان. ضايع. قول الأكبر للناس. سيب جابر وراه شغل. لسه هرفع المقاسات وأصورها. روح. وأنت شوف شغلك. طاهية، هو أنت لقيت المقبرة دي إزاي؟ المقبرة دي ما ينفعش تقولي عليها للظبط. ليه؟ أنا هبقى أقوله عليها بعدين، مش دلوقت. لحد ما ينهبوا المقبرة كلها، صح؟ دول بيكحتوا النوش اللي موجودة على التوابيت بإيديهم. لو قلت للظبط على المقبرة دي، أنا هتأذي، وهتأذي إذا جامد كمان. إشمعنى أنت اللي هيشكوا فيك؟ لو شاكين فيك كانوا قتلوك من زمان. إلا لو كنت دلال. مفيش حاجة اسمها دلال. أمال لقيت المقبرة دي كيف؟ معرفش، بس أنت مش ساحر. تلاقيك عارفها من زمان من أيام أبوك زي المقابر اللي فاتت. تضحك على الجهلة دول ماشي، إنما هتضحك عليا أنا يا طايع؟ طب والله العظيم لو فتحتي بوجك بكلمة واحدة أقول لهم إنك بتشتغلي مع الحكومة. طب ما أنا كمان هقول لهم إنك بتشتغل مع الحكومة. هم عرفوا خلاص. أمينة، لو الضابط عرف عن المقبرة دي هشك ان انا لسه بشتغل معاه، وساعتها مش هيقتلوني انا بس، هيقتل امي واختي واخوي. لقيت المقبرة ازاي؟ انا قلت لك لقيتها كيف. خلاص، ما دام لسه بتضحك عليا يبقى هقول للضابط على كل حاجة. ماشي. رأي السلطان عاوز ايه يا ضايع؟ الأستاذة مالها؟ اتكشفت. كشفت؟ كشفت كيف يعني؟ الأستاذة ما عرفتش الفرق بين الجعران الأصلي والجعران المضروب. ما هو شغل جبرك ده، تعرفش تفرق ولا تطلعه من الأصلي. ياما جانب في بعثات وكانوا برضو بتلخبطوا فيه. ابقى الحق على جابر، حقك علي، ظلمتك. اتبسطتي انك شفتي اهلك؟ قوي. ارتحتي كويس امبارح؟ ما ارتاح اشوف في بيتنا. ده بيجي بيتك يا زهر. يعني انت متجوزني تحت التهديد وجايبني هنا غصب عني وعاوزني احس انه بيتي؟ لا، انت هنا مش غصب عنك. لو عاوزه تروحي روحي. صح. طب روحني، ولا انت فاكرني هستنى هنا معك؟ لكن ما ينفعش، عشان ابوك مش عايز نمشي من هنا، وانت ما تقدرش تقول لابوك لا. تعدلي وعجلي يا زهر، ما تخربيش بيتك. بيتي؟ قول ما تخربيش مغارتك، خربتك. طب بقول لك يا زهر، انا عاوز حق الشرعي. بعد عني ما تقدرش. تعالي هنا. بكره تجيني.